السلام عليكم يا أصدقائي، عاملين ايه؟ النهاردة هنشرح كيفية استخدام برنامج الكين ماستر، اللي هو تقدر منه تعمل فيديو، تجمع صور، تقص فيديو، تحط كلام على الصور. بتفتح البرنامج، بتطلع لك الشاشة دي، بتعمل بدء جديد، تضغط عليه وبتقول اوكي، بتختار شوف انت الفولدر ايه اللي انت عايزه. الصور مثلا بتجمع الصور اهي، انت بتجمعها مع بعض. ده الفيديو اللي انا يعني عملته دلوقتي كده، كأنه المطبخ وانت واقف بتشوف الفيديو بيتعمل ازاي. انا كده اخترت كل الصور، هنبدأ من الاول. لو انت عايز مثلا تكبر حجم الوقت بتاع الصورة، بتاخد الخانة على الشمال كده وعلى اليمين، بتوسع المسافة، بعدين بتدوس فوق على اليمين اوكي، بعدين بتضغط على الخانة دي، بتدوس على حرف التي اللي هو النص لو انت عايز تكتب حاجة معينة. وهنا طبعا انت بتكتب اي حاجة انت عايزها، مثلا احنا كتبنا دي. بعدين انا بطلع لفوق وبنزل لتحت عشان اشوف المسافة بتاعت الكلام ما تكونش بالطول قوي، لان هتبص تلاقي الكلام راح من على اليمين وراح من على الشمال، فانت خليه في النص. هنا في حرف الـ A فوق، بتضغط عليها وتختار نوع الخط. بعد كده بعد ما تختار نوع الخط، في المربع الابيض ده بتضغط عليه عشان تختار اللون بتاع الخط نفسه اللي ظاهر على الشاشة. بنختار كده مثلا اللون الاصفر وتدوس اوكي. دلوقتي بقى الكلام باللون الاصفر. دلوقتي بنجيب الكلام بتاعنا على قد الصورة اللي احنا عايزينها، اللي هي الصورة دي، بنحدده كده، بعدين بندوس اوكي، وبنعمل نفس الخطوات مع الصورة التانية. مثلا بنكبر الصورة اهو، لو انت هتحط كلام كتير عشان خاطر لما بتدوس اوكي بيمشي الشريط بتاع الفيديو، فالكلام بيروح بسرعة. احنا مثلا هنحط مثلا دلوقتي الكلام بتاعنا او الجملة بتاعتنا اللي احنا هنحطها. تقدر تمسح، تقدر تزيد، تقدر تغير كلام، تنزل مثلا الكلام لتحت وبتكبره، بتشده بالسهم، وتشد الكتابة بتاعتك، تصغر على قد الصورة بتاعتك اللي انت عاملها. وبرضو قلنا نقدر ان احنا نعمل حركات اللي هي الانبثاق او التلاشي او كده، ونجرب في كل الصور نفس الموضوع. وطبعا لو انت عايز تعمل لوجو، بتختار طبقة وبتختار اول خانة من فوق، بتشوف فين اللوجو اللي انت عايزه. مثلا انا عامل ده اللوجو، بعدين تنزل على اقتصاص لو انت عايز تصغرها، بتصغر ده كده اللي هي الباك جراوند بتاع الكلام بتاعك، الخلفية دي بتصغرها كده، وبتدوس فوق على اوكي، وبتعلم العلامة الحمراء دي بحيث ان انت تصغر الخلفية بتاعت الكلام. تقدر تصغرها من السهم وتنقلها في المكان بتاعك اللي انت عايزه، اذا كان على اليمين او على الشمال. المسافة اللي انا عاملها تحت دي عشان اللوجو يفضل موجود لغاية اخر الفيديو. طيب لو انا عايز احط موسيقى للفيديو ده، عند علامة الموسيقى الصوت، بعدين بدخل على اغاني، بعدين انا بختار هنا من الميوزك اللي عندي، بختار وادوس على كلمة زائد دي، بدوس عليها بينزل لي الصوت هنا اللي تحت ده، وبعدين بدوس اوكي، وكده الفيديو بعمل له حفظ. هنا بدوس طبعا بكنسل، وبستنى لغاية لما الفيديو يتحفظ، وكده يبقى دي الخطوات المبدئية لاستخدام كين ماستر لمونتاج الفيديوهات. اتمنى ان يكون الشرح عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتعملوا لي لايك للفيديو عشان ينتشر، واتمنى لكم وقت سعيد. السلام عليكم.